عن مفهوم علم الاقتصاد وفروع علم الاقتصاد، ثم نتحدث عن الحاجات الإنسانية وخصائص الحاجات الإنسانية والموارد الاقتصادية وخصائصها، ثم نتحدث عن مفهوم المشكلة الاقتصادية وكيف واجهت الأنظمة الاقتصادية المشكلة الاقتصادية، سواء النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي أو النظام المختلط أو النظام الاقتصادي الإسلامي. نبدأ الآن في الحديث عن مفهوم علم الاقتصاد. حقيقة هناك عدة تعريفات لعلم الاقتصاد، وهذه التعريفات تتنوع وتتعدد بتعدد المؤلفين أو الباحثين الاقتصاديين، ولكن بشكل عام يمكن تعريف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس كيفية استخدام أو توظيف الموارد الإنتاجية المحدودة أو النادرة لإنتاج السلع والخدمات التي يرغب بها أفراد المجتمع، وأيضا كيفية توزيع ما تم إنتاجه لإشباع الحاجات والرغبات الإنسانية المتعددة وغير المحدودة. هذا هو تعريف علم الاقتصاد بشكل عام. فروع علم الاقتصاد، في عنا التحليل الاقتصادي الجزئي، أو ممكن نسميه الاقتصاد الجزئي، وهو مقرر اللي راح ندرسه في هذا الفصل، وترجمته باللغة الإنجليزية هي مايكرو إيكونوميك أناليسيس. هذا الفرع من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة الوحدات الاقتصادية الفردية، أي أنه يدرس الاقتصاد على المستوى الفردي، مثل دراسة سلوك المنتج كفرد وسلوك المستهلك كفرد، وأيضا دراسة سلوك السوق. الفرع الثاني من فروع علم الاقتصاد هو التحليل الاقتصادي الكلي، أو ما يسمى بالاقتصاد الكلي ماكرو إيكونوميك. وهذا الفرع من فروع علم الاقتصاد يهتم بدراسة الاقتصاد على مستوى الدولة، يعني يهتم بدراسة الاقتصاد بمجموعه الكلي على المستوى الكلي أو على مستوى الدولة، يدرس الاقتصاد بمجموعه، مثل الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات. إذن الاقتصاد الكلي يدرس الاقتصاد ككل، أي يدرس الوحدات الاقتصادية على مستوى الدولة أو على المستوى الوطني. ننتقل الآن إلى الحاجات الإنسانية وخصائصها. الحاجات الإنسانية تتمثل في الشعور بالحرمان المصحوب برغبة في الحصول على وسائل الإشباع لإزالة هذا الحرمان. إذن هذا هو المقصود بالحاجات الإنسانية، هي عبارة عن شعور بالحرمان، ويصاحب هذا الشعور الرغبة في الحصول على الإشباع لإزالة هذا الحرمان. والحاجات الإنسانية إما أن تكون فطرية وإما أن تكون مكتسبة. الحاجات الإنسانية الفطرية هي التي تولد مع الإنسان ويحتاجها بشكل تلقائي، مثل الحاجة إلى الغذاء والمأوى والملبس. أما الحاجات المكتسبة فهي تتطور وتظهر وتختلف مع نمو الإنسان وتغير الظروف، سواء الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية وما إلى ذلك، مثل الحاجة إلى مختلف السلع الكمالية والخدمة. ما هي خصائص الحاجات الإنسانية؟ هناك 7 حاجات أو 7 خصائص للحاجات الإنسانية. هناك 7 خصائص للحاجات الإنسانية. الخاصية الأولى هي التعدد، والمقصود بالتعدد أن الحاجات والرغبات الإنسانية غير محدودة العدد أو لا نهائية العدد، أي أن حاجات الناس غير محدودة العدد أو لا نهائية العدد. فهناك الحاجة مثلا إلى مختلف أنواع الطعام، والحاجة إلى الشراب والملبس والمسكن وسلع وخدمات أخرى يصعب حصرها.
الخاصية الثانية من خصائص الحاجات الإنسانية هي التنافس، والمقصود بالتنافس هنا أن الحاجات والرغبات الإنسانية تتنافس فيما بينها، نظرا لأن الموارد محدودة والاستعمالات، وهناك استعمالات بديلة للموارد. فمثلا، وهذه الخاصية تنتج عن محدودية وسائل الإشباع، يعني تكون الموارد محدودة وحاجات الناس غير محدودة، وهناك أكثر من استخدام أو استعمالات بديلة للموارد. فمثلا الرغبة في شرب القهوة ينافس الرغبة في شرب الشاي. مثال آخر، الحاجة إلى العمل تنافس الحاجة إلى وقت الراحة. الحاجة إلى العمل تنافس الحاجة إلى وقت الراحة. فإذا زدنا ساعات العمل تقل ساعات الراحة، والعكس صحيح، إذا زدنا ساعات الراحة تقل ساعات العمل، أي أن الحاجة إلى العمل تنافس الحاجة إلى وقت إضافي للراحة. أيضا الحاجة إلى السفر لقضاء العطلة الصيفية على سبيل المثال ينافس الحاجة إلى شراء سيارة جديدة هذا العام. إذا كانت هنا لابد أن تكون الموارد محدودة. إذا التنافس ينتج عن أن الموارد تكون محدودة وتستخدم أكثر من استخدام أو استعمال بديل. الخاصية الثالثة هي التكرار، أي أن الحاجات الإنسانية تميل إلى التكرارية، فبعد كل إشباع نحتاج إلى إشباع آخر. فمثلا الحاجة إلى الطعام لا تشبع لمرة واحدة، وإنما تتكرر بصفة دورية ومستمرة. وكذلك الحاجة إلى الملابس والتعليم لا تشبع مرة واحدة، وإنما تتكرر بصفة دورية ومستمرة. فهذا المقصود بالتكرار. نأتي الآن إلى الخاصية الرابعة وهي التجدد، أي أن الحاجات الإنسانية تتجدد وتتغير من فترة لأخرى مع نمو الإنسان وتطور رغباته وتطور ميوله وأذواقه. وأيضا مع تطور الظروف الاقتصادية تتجدد الحاجات الإنسانية، وبإشباع حاجات معينة عادة تظهر في النفس حاجات أخرى جديدة. ننتقل إلى الخاصية الخامسة وهي التكامل، والمقصود بالتكامل هنا أن هناك حاجات ورغبات تتماشى مع بعضها البعض، حيث تؤدي كل منها إلى الرغبة في الأخرى، يعني يكمل بعضهما البعض. فالحاجة إلى، على سبيل المثال الشاي، الرغبة في شرب الشاي قد لا تشبع إلا بوجود السكر. الرغبة في شرب الشاي قد لا تشبع إلا بوجود السكر. والحاجة إلى السيارة لا تشبع إلا بوجود البنزين. فلا نستطيع الاستفادة من السيارة بدون وجود البنزين. ننتقل إلى الخاصية السادسة وهي القابلية للإشباع، أي أن الحاجات والرغبات الإنسانية عادة ما تكون قابلة للإشباع، وإن كانت الطاقة الإشباعية تختلف من فرد لآخر، من شخص إلى آخر. الحاجات الإنسانية يمكن أن تكون قابلة للإشباع، وقد تختلف الطاقة الإشباعية من شخص إلى شخص آخر. وتشبع الحاجة بمجرد استعمال السلعة أو الخدمة مباشرة أو باستهلاكها لعدة مرات. الخاصية السابعة والأخيرة لخصائص الحاجات هي النسبية، والمقصود بالنسبية أن الحاجات والرغبات الإنسانية تتصف بالنسبية لكونها تختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زمان إلى آخر. فعلى سبيل المثال الحاجة إلى ملابس الصوفية تكون أكثر إلحاحا في البلدان الباردة أكثر منها في البلدان الحارة. أيضا الحاجة إلى الملابس الصوفية تكون أكثر إلحاحا في فصل الشتاء أكثر منها في فصل الصيف. بل أيضا ما يحتاجه شخص قد لا يكون كذلك بالنسبة للشخص آخر، يعني ما يحتاجه شخص قد يكون غير مهم أو لا يحتاجه شخص آخر. هذا المقصود بالنسبية، أن الحاجات تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر
ومن زمان إلى آخر. ننتقل الآن إلى الموارد الاقتصادية. ما هو تعريف الموارد الاقتصادية؟ الموارد الاقتصادية تعني كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للإنسان، كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للإنسان. فعلى سبيل المثال، الأرض تحقق منفعة للإنسان فهي مورد، رأس المال يحقق منفعة للإنسان فهو مورد، العمل يحقق منفعة للإنسان فهو مورد، الموية تحقق منفعة للإنسان فهي مورد، النفط أو البترول يحقق منفعة للإنسان فهو مورد. إذن هذا هو تعريف الموارد، كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للإنسان. ما هي أهم خصائص الموارد الاقتصادية؟ أهم خصائص الموارد الاقتصادية أنها محدودة أو نادرة. إذن الموارد الاقتصادية تكون محدودة أو نادرة، أي أنها موجودة في العالم ولكنها موجودة بشكل غير كافي لتلبية حاجات البشر الحالية، سواء الحاجات الحالية أو الحاجات المستقبلية. لاحظوا أن الموارد الاقتصادية تكون محدودة أو نادرة، بينما الحاجات الإنسانية تكون غير محدودة أو متعددة. يمكن اعتبار الثمن مقياسا للندرة، يمكن اعتبار الثمن أو السعر مقياسا للندرة. فمثلا الهواء لا ثمن له، الهواء لا ثمن له رغم أنه ضروري للحياة. لماذا؟ لأنه متوفر أو موجود بكميات وفيرة أو بكميات لا نهائية، لأنه غير نادر. بينما هواء المكيف له ثمن لأنه يتصف بالندرة. إذن يمكن اعتبار الثمن مقياس للندرة. نفس الشيء، لماذا الذهب أو الألماس ثمنه أعلى من ثمن الحديد رغم أنه الحديد نستفيد منه أكثر؟ لماذا؟ لأن الذهب أو الألماس نادر بينما الحديد متوفر أكثر من الذهب والألماس. إذن الندرة هي بتقيس الثمن، كل ما كان الشيء نادر فثمنه أعلى، وكل ما كان الشيء متوفر بكثرة فبكون ثمنه أقل. طب إذا كان متوفر بكميات لا نهائية مثل الهواء فيكون مجاني لا ثمن له. ننتقل الآن إلى السلع وأنواعها. إحنا عادة نستخدم الموارد الاقتصادية، الموارد الاقتصادية زي ماذا قلنا؟ زي الأرض، زي العمل، زي رأس المال، زي التنظيم. هذه الموارد نستخدمها في إنتاج السلع والخدمات. والسلع والخدمات لماذا ننتجها؟ حتى تشبع حاجات الإنسان. طيب، كل شيء له قدرة على الإشباع يسمى في العرف الاقتصادي سلعة. كل شيء له قدرة على الإشباع يسمى في العرف الاقتصادي سلعة، بغض النظر عن نوعها. والسلع إما أن تكون مادية أو ملموسة يمكن وصفها كما وكيفا، فنطلق عليها عموما السلع، مثل المواد الغذائية والملابس والأجهزة والمعدات والآلات وما إلى ذلك. أما إذا كانت غير مادية وغير ملموسة فنطلق عليها مصطلح الخدمات. إذن السلع إذا كانت مادية وملموسة ومحسوسة ويمكن وصفها كيف كما وكيف، نطلق عليها مصطلح السلع. أما إذا كانت غير مادية وغير ملموسة فنطلق عليها مصطلح الخدمات، مثل التعليم، التعليم خدمة، الصحة خدمة، النقل خدمة، بينما المواد الغذائية والملابس سلع. ننتقل الآن إلى تقسيمات السلع. هناك 6 تقسيمات للسلع. التقسيم الأول هو السلع الاقتصادية والسلع الحرة. السلع الاقتصادية، ما هو تعريف السلع الاقتصادية؟ هي السلع التي لا توجد في الطبيعة إلا بكميات محدودة بالنسبة للحاجة إليها، ويخصص في سبيل إنتاجها قدر معين من الموارد. احنا قلنا الموارد زي الأرض والعمل ورأس المال
والتنظيم. هذا هو تعريف السلع الاقتصادية. أما السلع الحرة free goods فهي السلع التي توجد في الطبيعة بكميات كبيرة، بكميات لا نهائية، ولا يبذل الإنسان أي جهد في الحصول عليها. مثل ماذا؟ مثل الهواء وأشعة الشمس والماء أحيانا. ولا يخصص الإنسان أي قدر من الموارد لإنتاجه. هذه هي السلع الحرة. ننتقل الآن إلى التقسيم الثاني، وهو السلع الضرورية والسلع الكمالية. السلع الضرورية هي السلع التي تشبه حاجات الإنسان البيولوجية أو الضرورية. مثل ماذا؟ مثل الطعام والشراب والملابس والمسكن. أما السلع الكمالية فهي السلع التي يرى غالبية الناس أنها على درجة قليلة من الألحاح، يعني ليست على درجة كبيرة من الألحاح، وإنما تكون الحاجة إليها على أدنى أو أقل درجة من الإلحاح. لكن يصعب التفرقة ما بين ما هو ضروري وما هو كمالي. هناك صعوبة في التفريق ما بين ما هو ضروري وما هو كمالي. فما هو كمالي لشخص قد يكون ضروري لشخص آخر، والعكس صحيح. وما يكون كماليا لشخص في وقت معين قد يصبح ضروريا في وقت آخر. ننتقل الآن إلى التقسيم الثاني للسلع، وهي السلع العادية والسلع الدنيا أو الرديئة. الدنيا يعني رديئة، نوعيتها متدنية. طب ما هو تعريف السلع العادية؟ السلع العادية هي السلع التي تشبه حاجة إنسانية مباشرة وتكون جودتها عالية، يعني تكون ذات جودة عالية، ويزيد الإقبال أو الطلب عليها كلما ارتفع الدخل، يعني بتكون علاقة فردية مع الدخل. السلع العادية تكون تربطها علاقة فردية مع الدخل، يعني كلما ارتفع دخل المستهلك يزيد الطلب عليها، وكلما انخفض دخل المستهلك يقل الطلب عليها. أما السلع الدنيا أو الرديئة فهي سلع تشبه حاجة إنسانية مباشرة، ولكن تكون جودتها منخفضة ويربطها علاقة عكسية مع الدخل، يعني كل ما ارتفع الدخل يقل الطلب عليها، وكل ما انخفض الدخل يقل الطلب عليها. طب لماذا كل ما ارتفع الدخل يقل الطلب عليها؟ لأننا نتحول إلى شراء السلع العادية ذات الجودة الأعلى. إذن السلع العادية تربطها علاقة فردية مع الدخل، بينما السلع الدنيا أو الرديئة تربطها علاقة عكسية مع الدخل. ننتقل إلى التقسيم الرابع، وهو السلع الثانية والسلع المعمرة. السلع الثانية هي السلع التي تستنفذ قدرتها الإشباعية لمجرد استعمالها لمرة واحدة، يعني السلع الثانية نستعملها لمرة واحدة مثل المواد الغذائية. أما السلع المعمرة هي السلع التي تحقق سلسلة من الإشباعات ولا تفقد قدرتها الإشباعية دفعة واحدة، وإنما تدريجيا كالملابس والآلات والمعدات، أي أنها تشبع الحاجات الإنسانية لفترة زمنية طويلة. ننتقل الآن إلى التقسيم الخامس، وهو السلع المكملة والسلع البديلة. السلع المكملة هي السلع التي لا تستخدم إحداها إلا بوجود الأخرى لإشباع حاجة أو رغبة معينة. مثل ماذا؟ مثل الورق والقلم، أي أننا لا نستطيع الاستفادة منهما إلا بوجود الآخر المكمل له، فلا نستطيع الاستفادة من الورق إلا بوجود القلم، ولا نستطيع الاستفادة من القلم إلا بوجود الورق. مثل السيارة والبنزين، لا نستطيع الاستفادة من السيارة بدون بنزين. مثل الشاي والسكر، هذه بنسميها سلع مكملة، يعني لا تستخدم إحداها إلا بوجود الأخرى لإشباع حاجة معينة. أما السلع البديلة فهي السلع التي يمكن إحلال أحدها محل الأخرى. السلع البديلة يمكن إحلال أحدها محل الأخرى لإشباع حاجة معينة، مثل الشاي والقهوة، يعني الشاي بديل للقهوة والقهوة بديل للشاي. مثل لحوم الأغنام ولحوم الدواجن أو لحوم الأسماك،
فلحوم الأغنام بديلها لحوم الدواجن أو الأسماك. فإذا ارتفع مثلا سعر لحوم الأغنام، البديل لها هو لحوم الدواجن أو الأسماك، مثل السيارات اليابانية والسيارات الأمريكية، هاي سلع بديلة. فإذا ارتفع سعر السيارات الأمريكية، ما هو البديل لها؟ السيارات اليابانية، هذه بنسميها سلع بديلة. ننتقل إلى التقسيم السادس، وهو السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. السلع الاستهلاكية هي السلع التي تنتج بغرض الاستهلاك النهائي، وهي التي تشبع الحاجة الإنسانية مباشرة، يعني تشبع حاجة الإنسان مباشرة دون أن نجري عليها عمليات تحويلية. مثل إيش السلع الاستهلاكية؟ مثل الملابس والغذاء. أما السلع الرأسمالية فهي السلع التي لا يمكن استخدامها مباشرة في إشباع الحاجات الإنسانية، وإنما تستخدم بطريق غير مباشر، مثل الآلات والمعدات. إذا الآلات والمعدات هي مثال على السلع الرأسمالية، بينما الملابس والغذاء هي مثال على السلع الاستهلاكية. ننتقل الآن إلى المشكلة الاقتصادية، ومشكلة الندرة، ومشكلة الاختيار. المشكلة الاقتصادية لها جانبين أو شقين. المشكلة الاقتصادية في الواقع لها جانبين أو شقين، هما الجانب الأول أن الحاجات الإنسانية المراد إشباعها متعددة وغير محدودة. الحاجات الإنسانية متعددة وغير محدودة. الجانب الآخر أو الشق الثاني للمشكلة الاقتصادية أن الموارد الاقتصادية المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية محدودة أو نادرة نسبيا. إذا الحاجات الإنسانية متعددة أو غير محدودة، بينما الموارد الاقتصادية محدودة أو نادرة نسبيا. وبالتالي ما هو تعريف المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية تتمثل في أن الموارد الاقتصادية محدودة أو نادرة نسبيا، وبالمقابل حاجات الناس متعددة وغير محدودة. فبالتالي المشكلة الاقتصادية هي أن الموارد الاقتصادية محدودة، وبالتالي لا تكفي حاجات الناس غير المحدودة أو المتعددة. وعادة المقصود بالندرة عند دراسة المشكلة الاقتصادية هي الندرة النسبية. المقصود بالندرة هنا عند دراسة المشكلة الاقتصادية هي الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. أي أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية للموارد الاقتصادية وليست ندرة مطلقة. شو معنى الندرة النسبية؟ أي أن الموارد متوفرة ولكنها بشكل غير كافي. يعني وجود الموارد ولكنها غير كافية. هذا المقصود بالندرة النسبية. أن الموارد موجودة أو متوفرة، ولكنها موجودة أو متوفرة بشكل غير كافي بالنسبة للحاجة إليها، ومع تزايد حاجات الإنسان وتعددها، وبالمقابل الموارد محدودة أو نادرة، لابد من عملية الاختيار. أصبحت عملية الاختيار أمرا لا مفر منه. يعني عندما تكون الموارد محدودة وحاجات الناس غير محدودة، لابد من عملية الاختيار. تصبح عملية الاختيار أمرا لا مفر منه. وعادة الاختيار شيء يعني التضحية بالشيء الآخر، والاختيار يعتبر قرار اقتصادي. الاختيار يعتبر قرار اقتصادي، وبالتالي الاختيار ينجم عنه أو ينتج عنه التضحية. ولذلك نسمي الاختيار مشكلة. لماذا نسمي الاختيار مشكلة؟ لأن الاختيار ينتج عنه تضحية بالشيء الذي لم نختاره. فمثلا القهوة والشاي، إذا اخترنا الشاي معناه ضحينا بالقهوة، وإذا اخترنا القهوة ضحينا بالشاي. أو السيارات الأمريكية والسيارات اليابانية، إذا قررنا نشتري سيارة أمريكية ضحينا بشراء السيارة اليابانية. ولذلك عادة الاختيار يكون نتيجة أن الموارد محدودة. لو كانت الموارد غير محدودة
فلا داعي للاختيار. متى نلجأ إلى الاختيار؟ عندما تكون الموارد محدودة أو نادرة، وبالتالي تصبح عملية الاختيار أمرا لا مفر منه نتيجة أن الموارد محدودة. وعادة زي ما قلنا ينتج عن الاختيار عملية تضحية بالشيء الذي لم نختاره، ولذلك تكلفة الاختيار المتمثلة بما تم التضحية به نسميها بالاقتصاد تكلفة الفرصة البديلة. إذا ما هو تعريف تكلفة الفرصة البديلة؟ تعريف تكلفة الفرصة البديلة opportunity cost هي تكلفة الاختيار المتمثلة بما تم التضحية به. هذا هو تعريف تكلفة الفرصة البديلة، هي تكلفة الاختيار المتمثلة بما تم التضحية به. طيب، ما هي التساؤلات الاقتصادية أو الأسئلة الاقتصادية الأساسية التي تواجه المجتمع؟ إحنا قلنا المشكلة الاقتصادية ما هي؟ الموارد محدودة وحاجات الناس غير محدودة، وبالتالي الموارد المحدودة لا تكفي حاجات الناس غير المحدودة أو المتعددة. طيب، حتى نحل المشكلة الاقتصادية ينبغي على المجتمع الإجابة على 3 أسئلة أساسية. حتى نحل أو نعالج أو نواجه المشكلة الاقتصادية ينبغي الإجابة على 3 أسئلة أساسية تواجه أي مجتمع. ما هي الأسئلة الثلاثة؟ ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ ماذا، ما هو تعريف أو ماذا نعني بماذا ننتج؟ ماذا ننتج تعني تحديد السلع والخدمات التي يتعين على المجتمع إنتاجها. فمثلا هل ننتج ملابس أم ننتج مواد غذائية أم ننتج آلات؟ السؤال الثاني كيف ننتج، يعني تحديد الكيفية التي تنتج بها تلك السلع اللي حددناها بالسؤال الأول، يعني أي تحديد طريقة الإنتاج أو الأسلوب الفني والتقني الأمثل لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة. لمن ننتج؟ ماذا نعني لمن ننتج؟ تحديد كيفية توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين أو المستفيدين من الإنتاج. طب ما هي الأنظمة الاقتصادية الموجودة في العالم؟ هناك 4 أنظمة اقتصادية: النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي، والنظام الاقتصادي المختلط، والنظام الاقتصادي الإسلامي. كيف واجهت أو حلت أو عالجت الأنظمة الاقتصادية المشكلة الاقتصادية؟ نبدأ أولا بالنظام الاقتصادي الرأسمالي. ما هي أسس أو خصائص النظام الرأسمالي؟ الخاصية الأولى الحرية الاقتصادية للفرد، يعطي الحرية الاقتصادية للفرد. والخاصية الثانية هي الملكية الفردية الخاصة لعناصر الإنتاج، عناصر الإنتاج اللي هي قلنا الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. الخاصية الثالثة في هذا النظام أن هناك حافز للربح، يعني يقوم على حافز الربح. أما الخاصية الرابعة فأن النظام الرأسمالي يعتمد على جهاز الثمن في حل المشكلة الاقتصادية، جهاز الثمن أو بنسميه نظام الأسعار، جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو بنسميه آلية العرض والطلب، آلية السوق. إذن يعتمد النظام الرأسمالي في حل المشكلة الاقتصادية على جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو ما يسمى بآلية السوق، آلية السوق يعني العرض والطلب في السوق. أي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يجيب على الأسئلة الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج، يتم الإجابة عليها من خلال جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو ما يسمى بآلية السوق، يعني تفاعل قوى العرض والطلب في السوق. لأن آلية السوق أو تفاعل العرض والطلب في السوق يؤدي إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية، وبالتالي تتجه الموارد الاقتصادية نحو الاستخدام الذي يحقق رغبات المجتمع اللي هم أفراد الذين لديهم القدرة أو القوة الشرائية عن طريق ما قلنا نظام الأسعار. ويتم ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد حسب الرغبات أفراد المجتمع. إذن النظام الرأسمالي يعطي حرية مطلقة، حرية اقتصادية مطلقة للفرد
ولديه الحافز على الإبداع والإنتاج، يعني يجعل لدى الأفراد حافز على الإبداع والإنتاج لأنه يقوم على حافز الربح. فكل ما يستطيع أن يربح أو يكسب الفرد هو حق له، وهذه تعتبر يعني حافز الربح يعتبر من بديهيات النظام الرأسمالي. حافز الربح والتركيز على النمو والإنتاجية يعتبر من بديهيات النظام الرأسمالي. طيب، ما هي عيوب النظام الرأسمالي؟ النظام الرأسمالي عادة يوجه الموارد لإنتاج السلع والخدمات التي يرغبها مش كل أفراد المجتمع، ولكن الذين لديهم القوة الشرائية أو الذين لديهم القدرة على الشراء وهم طبقة الأغنياء. إذا معنى ذلك أن التفضيلات الاجتماعية ليست تفضيلات كل أفراد المجتمع، ولكن تفضيلات الذين لديهم القدرة على الشراء. يعني ينتج لمن؟ ينتج السلع للذين لديهم القدرة أو القوة الشرائية وهم طبقة الأغنياء. يعني من كيف يتم الإجابة على السؤال ماذا ننتج؟ ينتج ليس لكل أفراد المجتمع، وإنما ينتج للذين لديهم القدرة على الشراء أو القوة الشرائية وهم طبقة الأغنياء. والنتيجة الحتمية لهذا النظام أن الموارد تتجه لإنتاج السلع الكمالية وسلع الترف والرفاهية التي يحتاجها الأغنياء. على حساب مين؟ على حساب إنتاج السلع الضرورية التي يحتاجها بقية أفراد المجتمع. إذا نلاحظ أن النظام الرأسمالي ينحاز لطبقة الأغنياء الذين لديهم القدرة أو القوة على الشراء. على حساب مين؟ على حساب إنتاج السلع الضرورية التي يحتاجها بقية أفراد المجتمع. العيب الثاني من عيوب النظام الرأسمالي، رغم أن النظام الرأسمالي يؤكد على أهمية وجود أسواق تنافسية، يعني تعمل هذه الأسواق وفق جهاز الأسعار أو نظام الأسعار، إلا أنه وجد أن هناك أسواق احتكارية في هذا النظام. وجد أن هناك أسواق احتكارية في هذا النظام في الدول التي تطبق النظام الرأسمالي. وهذا يعني أن نظام الأسعار في ظل سيادة الاحتكار لن يستطيع أن يقوم بترتيب الأولويات حسب وتوجيه الموارد إلى أهم الرغبات والحاجة. يعني عادة النظام الرأسمالي كان يطبق في دول أمريكا ودول الغرب، دول أوروبية. وعيوبه زي ما قلنا أنه لا ينتج لكل أفراد المجتمع، ولكن الذين لديهم القدرة على الشراء وهم طبقة الأغنياء. وأيضا هو يقوم هذا النظام على التنافس، لكن وجد عند تطبيقه في الدول اللي طبقت هذا النظام أن هناك أسواق احتكارية، يعني سيادة الاحتكار، رغم أنه في الأساس أنه يقوم على أساس التنافس. ننتقل الآن إلى النظام الاقتصادي الاشتراكي أو الشيوعي. هذا النظام في روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا والصين. طب ما هي أسس أو خصائص هذا النظام؟ النظام الاقتصادي الاشتراكي، الدولة تمتلك فيه كل الموارد الاقتصادية ما عدا العمل. إذا هنا بتكون عندنا ملكية عامة لعناصر الإنتاج اللي هي الأرض ورأس المال والتنظيم، بينما العمل يبقى ملكية خاصة، أي أن الدولة تمتلك الموارد الاقتصادية باستثناء عنصر العمل، والدولة هي التي تحدد ماذا، يعني الدولة هي التي تحل المشكلة الاقتصادية من خلال الإجابة على الأسئلة الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج. لأن الدولة تمثل، على اعتبار أن الدولة تعرف وتمثل مصلحة المجتمع، وبالتالي تقوم بإنتاج السلع والخدمات التي فيها مصلحة للمجتمع، وبالتالي الدولة تقوم بتوجيه الموارد نحو الاستخدام الذي يحظى بالأولويات، لأن الدولة هي الممثل للسواد الأعظم والذين هم مواطنيها. إذا يتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، لمن ننتج، في النظام الاشتراكي من خلال ما يسمى بنظام التخطيط المركزي. شو يعني نظام التخطيط المركزي أو جهاز التخطيط المركزي؟ أي أن الدولة تضع خطة مركزية
يتم في من خلال هذه الخطة الإجابة على التساؤلات الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج. إذا خلينا نقارن بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي والإجابة على الأسئلة الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج، بالنظام الرأسمالي من خلال ما يسمى جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق، العرض والطلب في السوق. بينما بالنظام الاشتراكي يتم حل المشكلة الاقتصادية أو الإجابة على التساؤلات الثلاثة باستخدام نظام التخطيط المركزي أو جهاز التخطيط المركزي. إذن الدولة هي التي تحدد السلع والخدمات التي تنتجها للمجتمع، وهي التي تحدد كيفية أو طريقة أسلوب إنتاج تلك السلع والخدمات، وأيضا الدولة هي التي تحدد كيفية توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع. وعملية التوزيع عادة تتم بالتساوي بغض النظر عمن بذل جهدا وأبدع في العملية الإنتاج أو المتقاعس عن العمل. إذا كمان مرة، النظام الرأسمالي كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي؟ باستخدام ما يسمى بجهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق اللي هو العرض والطلب في السوق. طيب كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي؟ باستخدام جهاز التخطيط المركزي أو نظام التخطيط المركزي. طيب ما هي عيوب النظام الاشتراكي؟ عيوب النظام الاشتراكي القضاء على حوافز الإنتاج والإبداع، لأنه لا فرق بين المتقاعس عن العمل والذي يجتهد في العمل، لأن بالنهاية عملية التوزيع الإنتاج تتم بالتساوي، فبالتالي الذي يعمل والذي لا يعمل يأخذ نفس النصيب من الإنتاج، وبالتالي نتيجة أنه المتقاعس والمتكاسل يأخذ نفس المجتهد والجدي والمجتهد في العمل، معناه يقضي على حوافز الإنتاج والإبداع. أيضاً نتيجة أنه لا يوجد ملكية فردية في النظام الاشتراكي، لا يوجد ملكية فردية، فهذا لا يحق للأشخاص أو الأفراد الامتلاك، معناه هذا يقضي على حوافز الإنتاج والإبداع، لأن الإنسان يعمل حتى يحصل على فلوس، وبالتالي يمتلك أشياء، يمتلك بيت أو يمتلك سيارة، وبالتالي إذا ما كان لا يستطيع امتلاك أي شيء فهذا يقضي على حوافز الإبداع والإنتاج. العيب الثاني أن ترتيب الأولويات يخضع لمصالح ورغبات المخططين في الدولة، وبالتالي ينحاز هذا النظام لفئة المخططين الذين يضعوا الخطط في الدولة على حساب الفئات الأخرى. نأتي إلى النظام الثالث وهو النظام الاقتصادي المختلط. الآن في النظام السائد في العالم هو النظام المختلط، النظام السائد في العالم هو النظام المختلط. وماذا نقصد بالنظام المختلط؟ النظام المختلط يجمع بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، يعني يجمع أو يخلط ما بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، وبالتالي هو النظام السائد الآن في العالم هو النظام المختلط، فيأخذ مزايا النظامين ويترك عيوب النظامين الرأسمالي والاشتراكي. ففي النظام المختلط هناك ملكية خاصة وملكية عامة، هناك حرية اقتصادية، يعني هناك حرية اقتصادية، وأيضا هناك في بعض الأمور تكون الدولة هي التي تحدد الأسعار، يعني ممكن يكون هناك حرية في السوق في بعض السلع، وأيضا في بعض السلع الأخرى بيكون تترك للعرض والطلب في السوق. أي أن النظام المختلط يخلط أو يجمع ما بين مزايا النظامين الاشتراكي والرأسمالي، فيأخذ مزايا كل نظام ويترك عيوب النظامين. ننتقل الآن إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. النظام الاقتصادي الإسلامي، هل القول بوجود المشكلة الاقتصادية يتنافى مع الاعتقاد الصحيح للمسلم؟ هناك رأيين في الإسلام حول وجود المشكلة الاقتصادية أو عدم وجود المشكلة الاقتصادية. أصحاب الرأي الأول ماذا يقولوا؟ يقولوا أن المشكلة الاقتصادية غير موجودة. لماذا؟ لأن وجود المشكلة الاقتصادية حسب رأيهم يستلزم وجود شبهة كفر، فحواها ما عاد الله، أن الله سبحانه وتعالى قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب.
لكنهم انطلقوا هم من اعتبار المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة مطلقة، واحنا اتفقنا قبل انه المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة، ويستدلون بعدم الإقرار أو عدم الاعتراف بوجود المشكلة الاقتصادية من في عدة آيات قرآنية، مثل قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيضا قول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقول الله عز وجل: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. هذا هو أصحاب الرأي الأول، لا يعتقدوا بوجود المشكلة الاقتصادية، يقولوا أن المشكلة الاقتصادية غير موجودة، لأن الإقرار بوجود المشكلة الاقتصادية حسب رأيهم في شبهة كفر، أن الله ما عاد الله قد قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب. لكنهم اعتبروا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة مطلقة، وإحنا اتفقنا في السابق أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية. الرأي الثاني، أصحاب الرأي الثاني وهم الأغلبية، يقولوا أن المشكلة الاقتصادية موجودة، أن المشكلة الاقتصادية موجودة، ولكن انطلقوا زي ما قلنا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية للموارد وليست ندرة مطلقة. إذا اعتبرنا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة، فلا يوجد شبهة كفر. متى يكون هناك شبهة كفر؟ إذا اعتبرنا أن المشكلة الاقتصادية هي ندرة مطلقة، أما إذا اعتبرنا أن المشكلة الاقتصادية ندرة نسبية فلا يوجد شبهة كفر. فبالتالي أصحاب الرأي الثاني ماذا يقولوا؟ أن المشكلة الاقتصادية موجودة ولكنها مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. وهناك عدة أدلة على أن المشكلة الاقتصادية موجودة باعتبارها مشكلة ندرة نسبية. الدليل الأول أن هناك أدلة تدل على اتصاف العالم بالندرة النسبية في الموارد. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أيضا هناك دليل آخر، قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيضا قول الله عز وجل يعني بقدر معلوم، شو معنى بقدر معلوم؟ قول الله عز وجل بقدر معلوم يعني بقدر محدود، وهذا يدل على أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. الدليل الثاني أن كل الأوامر الشرعية سواء الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة تدعونا إلى الابتعاد عن الإسراف والتبذير، حتى فيما الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى الاقتصاد في الوضوء: ولو كنت على نهر جار. وكثير من الآيات القرآنية تدعونا إلى التوسط والاعتدال وعدم الإسراف والتبذير. على سبيل المثال قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا معناه الإسلام يدعو إلى إيش؟ الاعتدال والتوسط في الاستهلاك، فلا إسراف ولا بخل ولا تقصير. فالاعتدال والتوسط في الاستهلاك هو مطلب من مطالب الاقتصاد الإسلامي، وإحنا الدين الإسلامي هو دين وسط وجعلناكم أمة وسطة، فالاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير. فلو كانت الموارد غير محدودة، موجودة بكمية غير محدودة، لما دعانا الله عز وجل والرسول إلى عدم الإسراف والتبذير؟ عادة عدم الإسراف والتبذير ندعو إلى عدم الإسراف والتبذير في الأشياء التي تكون محدودة، أما إذا كانت الموارد غير محدودة فلا داعي للطلب بعدم الإسراف والتبذير. لذلك لا نقول أن لأي شخص اقتصد في استنشاق الهواء. لماذا لا نقول اقتصد في استنشاق الهواء؟ لأن الهواء موجود بكميات لا نهائية. فمتى نطلب عدم الإسراف والتبذير؟ عندما يكون المورد محدود. الدليل الآخر من ناحية عقلية أن الغني لا يستطيع توفير الموارد لتحقيق كل رغباته، يعني مهما الإنسان حقق من رغباته وحاجات فلا تنتهي رغباته وحاجاته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر.
الدليل الرابع أن المشكلة الاقتصادية زي ما اتفقنا هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة، أي أن الموارد موجودة، الموارد موجودة ولكنها موجودة بكميات غير كافية. الدليل الخامس، لو كانت الموارد الاقتصادية موجودة بكميات غير محدودة لما احتاجت المجتمعات إلى تحديد أو تعيين حدود للملكية. يعني لو كانت الأرض موجودة بكميات لا نهائية كان ما في داعي نقول الأرض هذه ملك لفلان والأرض تلك ملك لفلان، ما دام انه الموارد محدوده فلا بد من ايش؟ وجود حدود للملكيه. ننتقل الان الى علاج المشكله الاقتصاديه او حل حل النظام الاقتصادي الاسلامي للمشكله الاقتصاديه، واحنا هنا نقصد بعلاج المشكله الاقتصاديه لا يمكن القضاء عليها نهائيا، المشكله الاقتصاديه لا يمكن القضاء عليها نهائيا، وعندما نقول حل او علاج المشكله الاقتصاديه نقصد التخفيف من حدتها ولكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا. تبنى النظام الاقتصادي الإسلامي طرق متميزة لحل المشكلة الاقتصادية، فلم يقتصر على حل المشكلة الاقتصادية من جانب ندرة الموارد، الندرة النسبية للموارد كما هو الحال في الأنظمة الوضعية. المقصود بالأنظمة الوضعية كل الأنظمة ما عدا النظام الإسلامي، يعني الأنظمة الوضعية هي الأنظمة التي هي من وضع البشر، وبالتالي النظام الإسلامي عالج المشكلة الاقتصادية من جانب الموارد وأيضا من جانب الرغبات والحاجات الإنسانية، وهذا ما يميز النظام الإسلامي عن الأنظمة الوضعية، الأنظمة الوضعية اللي هي الرأسمالي والاشتراكي والمختلط. طب ما هي الطرق التي استخدمها النظام الإسلامي في علاج المشكلة الاقتصادية؟ عندنا أول طريقة هي المحافظة على الموارد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن في ذلك ظلم وإضاعة للمال، وأيضا قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لأنهم سيستخدمونها بما لا ينفع. الطريقة الثانية لعلاج المشكلة الاقتصادية هي تنمية وتطوير الموارد، ويتم تنمية وتطوير الموارد من خلال عدة نقاط. ألف، حث الإسلام وشجع على إقامة المرافق العامة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته، ومن ضمن السبعة من كر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها إيش؟ صدقة جارية، وهذا ما يعرف بالوقف في النظام الإسلامي أو في الإسلام. أيضا حث الإسلام على عمارة الأرض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولذلك الإنسان المسلم ليس مأمور فقط بالمحافظة على الموارد وإنما بتحسين قدرة المجتمع على الإنتاج بعمارة الأرض وتحقيق التنمية المستدامة. أيضا الإسلام شجع على صيانة الموارد الاقتصادية بإحياء الأرض، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. النقطة اللي بعديها أن الإسلام أو النظام الإسلامي حصر الموارد الموجودة في باطن الأرض بملكية عامة لكي توجه لخير المجتمع، يعني أي شيء موجود في باطن الأرض ملكيته عامة للدولة وليس ملكيته خاصة للأفراد. فعلى سبيل المثال الموية والبترول موجود في باطن الأرض فبتكون ملكيته عامة وليست ملكية خاصة للأفراد. النقطة اللي بعديها حفظ الأصول المنتجة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياك والحلوب لمن أراد أن يذبح شاه، يعني من أراد أن يذبح شاه فلا يذبح الشاه الحلوب اللي تعطينا حليب ومواليد، وإنما يذبح الشاه غير الحلوب. الطريقة الثالثة في معالجة المشكلة الاقتصادية هي حرية السوق، ويتم ذلك من خلال النقاط التالية. أولا أو ألف، الأصل في الإسلام عدم التسعير، يعني أن يترك تحديد الأسعار السلع والخدمات للعرض والطلب في السوق، لأن ترك الأمور للعرض والطلب يحقق الكفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، وهي طريقة فعالة في معالجة المشكلة الاقتصادية. إذا النظام الإسلامي يدعو إلى حرية السوق، الحرية المنضبطة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. ففي الأصل في الإسلام أن تترك السلع للعرض، تحديد أسعار السلع للعرض والطلب في السوق، ولا يتم تحديد الأسعار من قبل الدولة.
أيضا الأصل في الإسلام عدم الاحتكار، الأصل في الإسلام عدم الاحتكار، الإسلام ينهانا عن الاحتكار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد بها أن يغلي على المسلمين فهو خاطئ. والمقصود بكلمة خاطئ ارتكب معصية، المقصود بكلمة خاطئ أنه ارتكب معصية. من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، أي ارتكب معصية. جيم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الوافدين أو تلقي الركبان، لأنه يتنافى مع توافر المعلومات الكافية لأطراف العقد عن أحوال السوق. يعني يجب أن تتوفر المعلومات للطرفين، للبائعين والمشترين عن الأسعار، ولذلك ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ترقي الركبان أو الوافدين اللي بيكونوا جايين من خارج المدينة، اللي بيكونوا جايين من خارج المدينة ويجهلوا أسعار السلع، فبالتالي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم خارج المدينة حتى لا يستغلوا لجهلهم بالأسعار، وإنما يتركوا حتى يدخلوا إلى المدينة أو إلى داخل السوق، ومن ثم يتم عملية البيع والشراء داخل المدينة أو السوق. الطريقة الرابعة هي تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات، وهذا يتم من خلال اقتصار الاستهلاك على الطيبات، ولذلك الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. باء: النهي عن الإسراف والتبذير، وهذا تحدثنا عنها في السابق، أن الله عز وجل يدعونا والرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى عدم الإسراف والتبذير، وهناك عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مثل قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وغيرها من الأدلة الشرعية التي تدل على تدعونا إلى وتنهانا عن عدم عن الإسراف والتبذير والابتعاد عن الإسراف والتبذير. الطريقة الخامسة وهي الاستعانة بالتقوى والدعاء، لأن التقوى والدعاء تؤدي إلى زيادة الرزق، التقوى والدعاء تؤدي إلى زيادة الرزق، فالدعاء سلاح ماض ضد الندرة، ضد ندرة الموارد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الله عز وجل ربط بين الإيمان والتقوى وبين ما ينزل من خيرات مباركة من السماء والأرض. إذن معناه التقوى والدعاء تساعد في حل المشكلة الاقتصادية، حل مشكلة ندرة الموارد. أيضا من قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نكتفي بهذا القدر، ونتيح المجال الآن للطلاب والطالبات إذا كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ احنا فتحنا المجال للطلاب والطالبات الآن للسؤال، إن كان هناك أسئلة. الأدلة مو مطلوب حفظها، وإنما فهم معناها. الأدلة غير مطلوب حفظها، ولكن نفهم معناها. نعم، هذه الشرائح راح تكون عددها 90 شريحة. عدد الشرائح اللي راح نشرحها ستكون 90 شريحة، ويمكن الاعتماد عليها، ويمكن الاعتماد عليها. الملخص إن شاء الله أو الشرائح راح ننزلها في نهاية الأسبوع في منتدى المقرر، وعددها 90 شريحة، راح ننزلها في نهاية الأسبوع في منتدى المقرر بصيغة البي دي اف، فيستطيع الطالب والطالبة أن يطبعها من منتدى المقرر، بس راح تكون بصيغة البي دي اف. هل هناك أسئلة أخرى؟ احنا راح نلتقي في كل يوم اثنين اسبوعيا، يعني اللقاء راح يكون اسبوعيا كل يوم اثنين من الساعة 4:30 الى 5:15.
نعم، هناك 90 شريحة تستطيع الطلاب والطالبات الاعتماد عليها، نعم، وراح أنزلها في المقرر، في منتدى المقرر. راح أنزلها في نهاية الأسبوع في منتدى المقرر. إذا نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله الاثنين القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.